أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج آخر من هيئة أمهر الإعلامية. سيكون موضوعنا اليوم عن أهمية الإعلام العربي في أثيوبيا ودور أميكو في تعزيز الدبلوماسية. للحديث حول هذا الموضوع يشرفنا أن نستضيف البروفيسور آدم كامل. كونوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك بروفيسور آدم كامل. وأنا بدوري كمان أشكركم على إتاحة الفرصة لي للحضور إلى استديوهاتكم ولهذه المقابلة، وأرجو أن نتوفق إلى ما نسعى إليه لتحقيق الأمل المنشود في تحقيق التنمية والسلام في البلاد. بروفيسور آدم كامل، كيف يمكن للإعلام العربي أن يعمل على تعزيز مكانة أثيوبيا في المنطقة؟ شوف، من أنا طبعا في مجال البحوث والدراسات، من الصدفة العجيبة دائما عندما أحضر المؤتمرات والقمم في الخارج ألاحظ أن الكتاب والمثقفين والصحفيين الأجانب يعرفون يعني إثيوبيا أكثر مما نعرف نحن عنها، فدائما يوجهوا لي سؤال: هل أنت إثيوبي أم عربي؟ فلما أقول لهم أنا إثيوبي يقول له: أنت تعرف خلفياتك، تاريخ بلادك وموقعها وأهميتها في المجال الدبلوماسي وفي المجال السياسي وفي المجال الأمني. حتى في أحد المؤتمرات عقدت في الرياض في مركز حامد الجاسر، وكان الحضور تقريبا 99% من المثقفين العرب ومن الأساتذة في الجامعات العربية المختلفة، وكان المحاضر فيها الدكتور جلال الدين محمد صالح، هو من أصل إريتري، فألقى محاضرة عن الحبشة وتاريخها في القديم وفي الحضارة وتقدمها دائما قبل أي قطر آخر، وجايب كان يتحدث عن العلاقات الأثيوبية والحضارة الأثيوبية إلى الشمال. فمن ضمن الملاحظات اللي كان ذكرها يقول إن أهمية إثيوبيا في القرن الأفريقي، إذا حدث الاستقرار والأمن فيها سيحدث أمنا واستقرارا لكل دول الشرق الأوسط وفي دول شرق أفريقيا عموما. فإذا اهتزت إثيوبيا سياسيا وعسكريا وأمنيا سوف تؤثر على كل المنطقة المحيطة بالبحر الأحمر. وهذه الملاحظات طبعا، ربما نحن كإثيوبيين لا نعرف أهمية إثيوبيا في العالم، لكن إذا رجعت لتاريخ إثيوبيا الطويل ومكانتها في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وفي العالم الأفريقي وفي عالم السود عموما، أن لإثيوبيا تاريخ عريق منذ القدم، فهي الدولة الوحيدة اللي لم تتعرض للاستعمار الغربي إلا لفترة 5 سنوات اللي هي اللي غزا فيها الإيطاليون وطلع مهزوما مكسورا محطما. فمعركة عدوى فتحت المجال لكل الدول الأفريقية اللي تعرضت للاستعمار الغربي وتحررت من هذا المبدع. ثم إن مكانة السود في العالم ومن معركة عدوى أيضا فتحت المجال ليتحرر عموما، حتى أخذ الغرب الأبيض اللي هو سكان الدول الغربية البيض أن هناك بإمكان السود أن ينتصروا على البيض في أي مكان وفي أي زمان. فإذا لإثيوبيا بصمات كبيرة جدا في العالم العربي وفي العالم السود وفي العالم الأفريقي عموما. فمن هذا الأساس نلقى مكانة لإثيوبيا على المستوى الدول الأفريقية عموما. هذه ملاحظة لابد أن ندركها دائما ونستغلها في كل المجالات المختلفة. والنقطة الثانية، الحضارة الإثيوبية القديمة. إثيوبيا طبعا هي من الدول اللي أسست منظمة الأمم المتحدة سنة 1945 في سان فرانسيسكو في أمريكا، وإثيوبيا هي من الدول اللي أسست منظمة الاتحاد الأفريقي أو منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1963. إذا لإثيوبيا مكانة كبيرة جدا في العالم الأفريقي وفي العالم العربي. ثم أن هناك ملاحظة مهمة، إذا رجعنا لتاريخ إثيوبيا القديم والحديث، أن لإثيوبيا هناك 12 أوامر يرتبط وتربطها بالعالم العربي وليس بالعالم الجنوبي. وهناك الروابط، أول شيء عندك الموقع الجغرافي لإثيوبيا قريب من الجزيرة العربية،
والنقطة الثانية اللي هو اسم الحبشة نفسه، حبشة يعني حبشة أي من السكان اللي هاجروا من جنوب الجزيرة العربية واختلطوا بالجنس الكوشي المقيم في المرتفعات الإثيوبية، وحادث اختلاط للجنس وأخذ الاسم الحبشي من هذا الاختلاط. على أساس قبيلة حبشة هي توجد في حضرموت وفي جنوب الجزيرة العربية، إذن حتى اسم الحبشة نفسه يرتبط بجنوب الجزيرة العربية. ثالثا عندك النيل، النيل يربطنا بكل من مصر والسودان، لولا النيل لما كانت مصر ولا ما كانت السودان ولا ما كانت حضارة وادي النيل. النقطة الرابعة اللي هي العقائد السماوية، كل العقائد السماوية الثلاثة اللي هي اليهودية دخلت إلى الحبشة سنة 570 قبل الميلاد، والمسيحية دخلت 350 في عهد إزانا، والإسلام سنة 615 ميلادية. إذن العقائد السماوية كلها تربط إثيوبيا بالعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموما، ومن هذا الأساس تلقى المسلمون يحجون إلى مكة والمدينة، والمسيحيون إلى الشرق الذين يذهبون إلى فلسطين أو إلى البيت المقدس. هذه من الروابط اللي تربطها. وبعدين عندك النقطة الثانية لغة تربطنا اللي هي لغة جيز، جيز عربي وأمحاري مختلط، فهمت؟ ثم هناك العلاقة الشعبية القديمة ما قبل ظهور الإسلام وعند ظهور الإسلام وعند ارتباط الإسلام وعند انتشار الإسلام وفي العصر الحديث. إذن علاقة الشعب الإثيوبي بعلاقة السكان الجزيرة العربية بالذات هناك روابط في فترات مختلفة جدا، وهذه الميزة الوحيدة لإثيوبيا يربطها بالعالم العربي بمنطقة الشرق الأوسط عموما. ثم العلاقة التجارية، عندك مدينة أكسوم أو حضارة أكسوم ليست بالأمر الهين في تاريخها، نلقى اللي هي كانت تمون مطالب الشرق الأوسط أو مطالب سكان الجزيرة العربية من المطالب الغذائية، كانت تصدر عبر البحر الأحمر من ميناء أدولوس إلى ميناء عندك على الحدود الإثيوبية أو الجزيرة العربية. من هناك طبعا كان هذه العلاقة التجارية قوية جدا بين إثيوبيا وبين سكان هذه المنطقة. إذن هذه العوامل كلها تلقاها تربط إثيوبيا بالعالم العربي شعبيا ولغويا. ثم أن الشعب الإثيوبي واحترامه للأجانب قد فتح المجال لمنطقة أو سكان الجزيرة العربية للهجرة إلى الحبشة، لأن هذه المنطقة منطقة صحراوية، فمن أجل أن يحصلوا على الغذاء وعلى التجارة ومصادرها كانوا يهجروا إلى إثيوبيا. ثم العلاقة الهجرة الإسلامية إلى الحبشة أهدافها وغاياتها ونتائجها وأسبابها، واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة لأنها هي بلاد النجاشي وبلاد أم أيمن وبلاد البلال وبلاد الهجرة الإسلامية، حيث لجأ إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة الحرجة، وأقاموا تقريبا 16 سنة في الحبشة، منهم ما ولد 15 بنين وخمسة بنات يعني يحملون الجنسية من تاريخ الولادة الإثيوبية، وعشر بنين وخمسة بنات ماتوا ودفنوا في الأرض الحبشة. إذن هذه الهجرة الإسلامية أيضا تربط إثيوبيا بمنطقة الشرق الأوسط وبسكانها. ثم الارتباط الإسلامي وأي مكانة الحبشة في الإسلام، تعرف أن القرآن الكريم هو الدستور الذي اعتمد للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في ذلك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول ما فرطنا في الكتاب بشيء. القرآن شامل للأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتطلب حياة الإنسان. إذن في هذا القرآن اللي هو المصدر الأساسي بمكوناته 114 سورة تقريبا، نلقى أكثر من 30 كلمات نزلت بلغة الحبش، وأكثر من 23 آية قرآنية تمجد الحبش، وأكثر من 27 أحاديث نبوية أيضا تحترم الحبش، وأكثر من 30 مواقف نبوية خاصة تجاه الحبش.
حيث إن مساهمة الحبشة كبلاد ومساهمة الملك النجاشي كملك ومساهمة الحبيش كجنس والوقوف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يواجه مشكلته مع قريش في مكة واليهود والمنافقين في المدينة حتى تمكن من وضع القواعد الأساسية لهذه الرسالة العالمية. وهذا الدور ليس بالأمر الهين، ومن هنا تلقى الوصية الوحيدة اللي وصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أدوا الحبشة ما عندكم. وهذه الكلمات لها صدى كبيرة جدا في العالم الإسلامي، وتلقى الاحترام والتوقير للحبش في أي مكان في الدول الإسلامية. هذه اللي هي الملاحظات اللي المفروض أن الحبش يعرفونها ويجدونها. فإذا لغة العربية لغة مهمة جدا لتحسين العلاقة والاستفادة منها في الأمور السياسية والاجتماعية والسياحية مع سكان منطقة الشرق الأوسط في هذا الخصوص، حتى نتمكن من محاربة الفقر والتخلف والجهل في الحبشة والهجرة الشرعية والغير الشرعية. وهذه ملاحظة مهمة جدا أن تكون للحكام في الحبشة أن يهتموا باللغة العربية وتوسيعها وتوسيع مجالها. هو الإعلام العربي، شوف اللغة العربية لغة مهمة جدا. أنت إذا رجعت لكل الدول سواء كان أمريكا أو إنجليز أو فرنسا أو تركيا أو روسيا أو الصين، نلقى فيها قنوات باللغة العربية تنطلق أو تبث 24 ساعة باستمرار، قناة مستقلة باللغة العربية. فمثلا في روسيا تلقى القسم العربي في روسيا يشتغل 24 ساعة مخصصا باللغة العربية، وبي بي سي في انجلترا نفس الشيء، وقناة الحرة وفي امريكا في صوت امريكا نفس الشيء، ومونتي كارلو في فرنسا باللغة العربية، وفي تركيا قناة مستقلة باللغة العربية اللي تشتغل 24 ساعة تبث فيها باللغة العربية.